قصة موسى مع ملك الموت، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، وكان ملك الموت في السابق يتشكل للناس شخص صورة آدمي، فلقي موسى في الطريق قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت جئت ليقبض روحك. فلكمه موسى ضربه، فملك الموت تأدبا مع موسى ما قبض روحه، رجع إلى الله تبارك وتعالى، فقال ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، ضربني موسى. فقال الله تبارك وتعالى لملك ارجع إليه، وأعاد له عينه كما كانت، قال ارجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور، وله بكل شعرة تمسها يده سنة، إذا كان يريد أن يعيش زيادة، وظهر الثور يعني شعرات صغيرة يعني حطي له 500 سنة ولا إيش كثر؟ ها من اللي عنده ثور؟ واحد يكون عنده ثور في البيت؟ طيب إذا وضعت يدك على ظهر ثور كم شعرة تحيط بها يدك؟